السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سنتحدث عن تحديد الوجوه في الصور باستخدام البايثون كود. مثلا أنا عندي صورة طفل زي ده، عايز أعمل مربع يحدد الوجه الخاص بهذا الطفل. طبعا دي تقنية حديثة استخدمنا فيها اسلوب او ميثودز ازاي نحدد الوجه بتحديد منطقة العين ومنطقة الانف ومنطقة الفم عن طريق مربعات، ودي موجودة في ملفات الـ XML. ملفات الـ XML هي ملفات اقدر استعين بها، فان انا بدل ما اكتب الاكواد، وده اكواد كبيرة جدا، ان انا بحدد اما العين اما الفم اما اي اجزاء ممكن احددها، حتى الفواكه او بعض اي اوبجكت ممكن احدده. ليست فقط تحديد الوجوه، بل ممكن ان احنا نحدد مثلا العينين لوحدها او الانف او الفم او اي اجزاء سهل تحديدها هندسيا. طبعا قبل ما نبدا هتروح للينك التالي، وان شاء الله هحطه لك في رابط الفيديو في الوصف بتاع الفيديو. اللينك ده هتنزل منه ملف اللي هو هار كاسكاد Frontal Face Default XML. الملف ده طبعا هو الملف ده موجود على الانترنت، ممكن تنزله من المكتبة وتحطها عندك في البروجيكت بتاع المشروع. هسيب لك اللينك ده ان شاء الله في وصف الفيديو. طيب الملف بعد ما هتنزله هتلاقيه عندك هنا، بتدخل على المستعرض بتمسك اللينك ده هتلاقي الملف ظهر، تضغط كليك يمين. انا اوريها لك، اخد هنا كوبي نسخة منه واروح على المستعرض الويب واروح هنا واعمل كليك يمين بيست اند جو، يدخل لي في الصفحه الخاصه به. فتح الملف الاكس ام ال، اضغط كليك يمين واختار سيف از، وتيجي على ملف البروجكت اللي هو ده المشروع بتاع البروجكت. انا واضعه هنا على الديسك توب، بلاقي هنا البايثون بروجكت اللي انا عامله، فبلاقي الاسم جاهز وهنا قال لي ملف اكس ام ال، فبختار سيف ويحفظ الملف ده. بوريك ازاي تنزل الملف على جهازك. طيب بعد ما ينزل هتلاقيه اسمه ظهر هنا، ضع صورة مثلا الصورة اللي انت عايز تعمل على مربع، وانا سميتها على سبيل المثال هنا كيد، والصورة زي ما احنا شايفين صورة جابا جي، ابعادها 720x765 حجمها 38. بفتح البايثون وبكتب الكود التالي. اولا باستورد المكتبه كمبيوتر فيجن 2، طبعا لازم تكون من الاصدار الرابع فاعلى، وبعدها باستورد من كمبيوتر فيجن 2 امبورت كاسكيد كلاسيفاير، دي مهمه جدا كاسكيد كلاسيفاير. السطر الثالث من الكمبيوتر فيجن 2 امبورت ريكتانجل، انا هرسم هنا ريكتانجل على الصوره فباستورد الريكتانجل من كمبيوتر فيجن 2. في السطر رقم 4 هنا بفتح متغير اسمه image، بستخدم الكمبيوتر فيجن 2 عشان يقرا الملف اللي اسمه keyed.jpg اللي هو الملف اللي امامنا الان. في السطر رقم 5 بستخدم الكلاسيفاير، بفتح متغير هنا كلاسيفاير عشان استخدم كاسكيد كلاسيفاير، وانا ممكن استخدم كاسكيد كلاسيفاير بان انا بكتب هنا CV2، ممكن ان انا الغي السطر ده كده، الغيه امبورت ده ممكن الغيه، واكتب هنا كمبيوتر فيجن 2 CV2 دوت كاسكيد كلاسيفاير مباشره، ويكفي ان انا اعمل استرداد لسطر واحد وده افضل. هنا بيفتح لي الملف اللي انا سبق نزلته من على مستعرض الويب اللي هو ملف الـ XML اللي بيه اللوغاريتمات وبها اقصد الابعاد والاختصار لخطوات خوارزميه كتيره جدا جدا من خلالها بنحدد الاوجه في شكل مربعات. طيب بعد كده طبعا لو حبيت تسيب تتركه كما كان كده مفيش اي مشكله، بس ما تكتبش هنا CV2. بعد كده بستخدم البي بوكسز كلاسيفاير دوت مالتي سكيل ايمج، بستخدم متغير الايمج اللي انا فتحت الصوره وبضعه هنا، وهنا بعمل من الكلاسيفاير اللي هو المتغير ده ان انا بعمل منه ديتكشن للمالتي سكيل ايمج.
يعني هستخدم هنا مستويات متعددة في التكبير في التصغير، ان انا احصل على الوجه فين، لان ممكن الوجه ياخد سكيل مختلف، يعني ياخد ابعاد مختلفة، فلازم اعمل لها ديديكشن، بعد كبير بعد صغير، مساحة كبيرة مساحة صغيرة، في الجنب فوق تحت، هو هيمشي ويشوفها. بعد كده هيمشي ويشوفها من مين؟ من الكاسكيت كلاسيفاير اللي انا سبق منزله، هو فيه الخوارزميات دي كتيرة جدا جدا، هيعرفها اوتوماتيك لوحده. وبعد كده بعمل حلقة تكرارية هتمشي على البلو بوكسز اللي هي سبق ان احنا اتحددت من الكلاسيفاير قبل كده. طبعا هو هيبقى عنده بوكسز كتيرة جدا جدا، هيمشي فيها واحدة تلو الأخرى، فبيستخدم هنا فور بوكس ان بوكسز، يعني من عند اول بوكس عملته في جميع البوكسات اللي انت كونتها في المجموعة الموجودة. طيب بعد كده ناخد الابعاد من كل بوكس، البوكس ده هيحمل اربع ابعاد، البعد الاول اكس واي، يعني بداية الصندوق على الاحداث اكس وبداية الصندوق على الاحداث واي، وهنا عرضه كام وارتفاعه كام. يبقى البوكس ده هياخد اربع ابعاد زي ما احنا شايفين، بعد الاحداث اكس والاحداث واي والعرض والارتفاع. بعده السطر اللي بعده بنحاول ان احنا نستخدم اكس 2 واي 2 اللي هو النهايه اللي هيقف عندها المربع او المستطيل، ان انا بجيب اكس واضيف عليها الويدث، يعني خد الاكس بدايه العمود اكس من على الصوره وضيف لي لها العرض، وخد الاحداث واي على الاحداث الافقي وضيف له الارتفاع. بالطريقه دي هنحصل على اكس 2 واي 2، النقطه اللي هنقف عندها المستطيل اللي هي اخر نقطه في المستطيل. يعني اوضحها لك، مثلا نفرض ان انا فتحت الصوره دي، ان هيكون هنا في المنطقه دي بدايه مثلا المستطيل، هنا في المنطقه دي، وهنا تحت دي نهايه المستطيل. طيب اللي بعده بعمل هنا الريكتانجل، برسمه اقول له ريكتانجل هتعمله عليه الاوبجكت ايه، الايمج اللي انا سابق اخدتها هنا. واول ما تبدا ابدا على اكس وواي، وارفع المستطيل او نهايته عند اكس 2 واي 2 اللي هي نقطة النهاية بالنسبة للمستطيل. هنا بنحدد الألوان، طبعا احنا عارفين الألوان R G B، لكن هنا بيستخدم B G R، فهنا اللون الأخير 255 يعني لونه الأحمر. طبعا لو عايز لون تاني فبتغير من هنا زيرو، ممكن تلعب في الألوان دي تغيرها، يعني أنت أمامك من زيرو ل 255. عايز مثلا احنا قلنا بتتابع هنا R G B ولا B G R؟ طبعا هو B G R، فلو عايز لون ازرق بتخلي دي 255 0 0 وتغير فيها اي ارقام بتضعها هنا، بس ارقام لا تقل عن 0 ولا تزيد عن 255. وهنا بنحدد سمك الخط هيبقى حجمه قد ايه. طيب السطر اللي بعده بنعرض الصوره، وبنعرضها هنا بعنوان اسمه فيس ديتكشن، يعني تحديد الوجه، والصوره اللي احنا هنعرضها اللي هي ايمج اللي احنا رسمنا عليها الصندوق هنا اللي احنا اخدناها من المتغير ده اللي هو بيحمل الصوره. اللي بعده انا هنا بعمل ضربه مفتاح، انا طبعا عرضت الصوره، هنا هقول له استخدم ويت كي انتظر ضربه مفتاح. طب ضربه المفتاح دي يعمل فيها ايه؟ نقول له ديستروي اول ويندوز، هنا اقفل كل النوافذ المفتوحه امامك، ننفذ ونشوف، نضغط رن، نجد هنا ان هو رسم ليا مربع لونه احمر حول وجه الطفل. ده الفيس ديتكشن. هتقول لي ده ممكن انفذه على عديد من الصور، الاف من الصور. ايوه ممكن تنفذ على الاف من الصور، لان احنا يلزمنا في بعض البرمجيات والخوارزميات ان احنا نحدد وجه الشخص في الصوره لابعاد مثلا قص الصوره او لابعاد امنيه او اي اغراض ان شاء الله في الارتفيشال انتليجنس في الذكاء الصناعي. ممكن نعمل ده على كام صوره، ممكن تعمله على الاف ملايين الصور عندك باكج مثلا او لايبراري موجود فيها كم كبير من الصور، ممكن نعملها ونقصقص الصور على احجام معينه ونستخدمها في تحديد الوجوه. ارجو ان الجميع استفاد، وان شاء الله في حلقه قادمه سأوضح ازاي كيف نعمل تحديد للوجوه باستخدام الستريم من الكاميرا ان شاء الله في البايثون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.